السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب الأهلي السعودي اليوم بخصوص مباراتهم أمام الحزم وبخصوص رياض محرز، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن جرى اليوم افتتاح دوري روشن السعودي بأول مباراة بين نادي الأهلي السعودي ضد الحزم، وسط حضور جمهور قياسي وأجواء رائعة صنعتها أنصار الأهلي، وشارك النجم الجزائري رياض محرز أساسيا في هذه المواجهة، والذي شارك فيها أيضا رياض بودبوز أساسيا. وقدم نجم السيتي سابقا تمريرات حاسمة في الهدف الثاني لزميله البرازيلي فيرمينو. وبعد نهاية المباراة قال مدرب الأهلي: اليوم نحن جد سعداء بهذا الفوز في أول مباراة، نحن نعلم أننا نملك العديد من النجوم في فريقنا وهذا أمر رائع، رياض محرز لاعب خرافي ونحن جد سعداء بتواجده معنا، كما ختم متأكدون أننا سنقدم موسم خرافي مع جميع اللاعبين. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.